قام المختبر الفضائي تيانغون 2 يوم الأحد بإطلاق القمر الصناعي المصاحب له، والذي يبلغ حجمه حجم جهاز آلة طابعة، وقد التقط عدة صور بالأشعة تحت الحمراء وأرسل أول مجموعة من الصور إلى الأرض. التقرير التالي يبرز مجموعة من الصور التي أرسلها مختبر تيانغون 2 وشنجو 11. 300 صورة تم التقاطها بكاميرا الأشعة تحت الحمراء المثبت على القمر الصناعي المصاحب للمختبر، وبدأت الكاميرا ذو دقة عالية تعمل بعد فصلها عن تيانغون 2 وأخذ صور للمختبر الفضائي والمركبة الفضائية. هذه صور التقطتها القمر الصناعي المصاحب للمختبر في الفترة الأولى من مرحلة الانفصال على مسافة 29 مترا عن هيكل تقريبا، وجزء الأعلى هو تيانغون 2، أما جزء الأسفل هو تشينجو 11. إن هذه اللقطات من فيديو لعملية إطلاق القمر الصناعي، وقد تم تصويره من قبل 2 من رواد الفضاء. إن هذا صندوق أسود المصاحب للقمر الصناعي. إن حركات فائق السرعة في مداري واتجاهها من مدينة كاشغر في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصيني إلى مدينة سانيا جنوب الصين. والأشياء البيضاء التي ترونها على الفيديو هي غيوم فوق الأرض. قال الخبراء إنه من الصعب حقا التقاط صور واضحة، لأن كلا من المصاحب للقمر الصناعي والأشياء المستهدفة يتحركان بسرعة فائقة، وإن هذا يتطلب من القمر الصناعي أن يمتلك قدرة قوية على التحكم الفعال بالدوران. إن واحدة من العناصر الرئيسية لالتقاط صور واضحة هو بيئة الإضاءة، وهذا يتطلب من القمر الصناعي القيام بحركات دقيقة عندما يكون في المدار للحصول على أفضل وضع نسبي مع نفسه والمركبات الفضائية والشمس. بالإضافة إلى التقاط الصور، سيقوم المصاحب للقمر الصناعي ببعض التجارب الفضائية مع تيانغون 2.